فإن ملاذي مستعان يحبني ويسقيني من كأس الوصال فأشرب. رأيناه من نور النبي المصطفى ولولاه ما تبنى ولا نتقرب. ذكاء منير قد أنار قلوبنا وله إلى يوم النشور معقب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقة الأولى من حلقات هذا الشهر، كانون الأول ديسمبر 2020، من برنامج تنوير القلوب، والذي نتناول فيه موضوع فتنة المسيح الدجال. هذه الفتنة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا كثيرا جدا، وكان يخاف على أمته منها، وكان الأمر يشغله كثيرا، حتى إنه في بعض المناسبات كان يذكره إلى درجة أن الصحابة قد ظنوه على مقربة منهم، إذ قالوا حتى ظنناه في طائفة النخل، أي أنه متربص بهم عند النخل القريب منهم، وأخذوا ينشغلون في محاولة التعرف على هذه الفتنة، ويفكرون ويتأملون ويرجعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفسرون. لقد تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الفتنة، وبين مواصفات هذا الدجال المعهود، وأكد أنه سيكون فتنة آخر الزمان، وأنه سيقوم بأعمال عظيمة، وأن فتنته ستغطي الأرض، ولكنه صلى الله عليه وسلم قد بشر بأن الله تعالى سيقيد لهذا الدجال من سيقضي على فتنته، وأن هذا المبعوث سيكون خادما وتابعا لحضرته صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان، حيث سيعيد جمع جماعة المؤمنين من جديد، ويحرزهم إلى الطور، وينقذهم من هذه الفتنة، ويقضي على الدجال في جولات وصولات متتالية حتى يذوب كما يذوب الملح أمامه، أو كما يذوب الرصاص، ثم يجهز عليه بحربة سماوية. والواقع أن سر المسيح الدجال موجود في اسمه للمتدبرين، فهو المسيح الدجال، أي أنه مسيح الضلالة، أو الذي يدعي أنه المسيح، أو أنه يحمل تعاليم المسيح، ولكنه يكون دجالا كذابا يزور الحقائق والعقائد، ويدعو إلى الشرك، ولا يهمه سوى إضلال الناس لأجل مصالحه، ويكون عدوا للحق والصدق والطهارة. ومقابل هذا المسيح الدجال سينزل المسيح الصادق، الذي سيثبت أن هذا الدجال لا يمثل عيسى بن مريم عليه السلام، وأنه يفتري ويدجل باسمه، وهذا المسيح الموعود سيكون مسيحا محمديا تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ويكون من أسمائه وألقابه المسيح ابن مريم، ردا على مسيح الضلالة الدجال.
وهو الذي سينتصر لعيسى ابن مريم عليه السلام وسيحقق أمنيته بأن يجيح الشرك الذي بني عليه اسمه ظلما وعدوانا، والذي يؤذي روح المسيح عيسى ابن مريم إلى درجة أنه يتمنى أن ينزل بنفسه من البرزخ لمقاومة هذا الدجال الذي لا يمثله مطلقا والذي يفتري الكذب والشرك باسمه. في هذه الحلقات سنستعرض إن شاء الله العزيز ما قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم حوله، وسنرى حقيقة هذا الدجال وكيف أنه بين ظهرانينا، أنه بين ظهرانينا، وأنه بدأ عمله بكل قوة منذ قرن من الزمان، وأن الله تعالى قد أنزل مسيحه الموعود لإبطال فتنته. وسنرى الأنباء التفصيلية والمذهلة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي تؤكد بأنه لا ينطق عن الهوى، وتقدم أدلة جديدة على صدقه بعد ما يزيد على 1400 سنة، وتثبت صدق حضرته صلى الله عليه وسلم وصدق الإسلام. فنسأل الله تعالى لكم الفائدة، ونسأله تعالى أن ينفخ روح بركة في كلامنا ويجعل أفئدة كثير منكم تهوي إليه. آمين ثم آمين. معي كل من الأستاذ شمس الدين والأستاذ فتحي عبد السلام والأستاذ الدكتور أيمن عودي والأستاذ تميم أبو دقة، وإن شاء الله يكون معنا الأخ جمال غزول من المغرب. فأهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. نخرج مشاهدينا إلى فاصل نشاهد فيه الأوصاف والأحاديث التي بيّنت علامات ظهور الدجال، منها حمار الدجال وتفاصيل أخرى. هذا الفيديو سيثبت لكم مرة أخرى ما قاله الله سبحانه وتعالى عن حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. تعالوا معنا نشاهد هذا الفيلم القصير. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ثلاثة إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: الدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها. الله أكبر، الله أكبر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من عذاب النار، وأعوذ بك من فتنة المحيا، وأعوذ بك من فتنة الممات، وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. وإذا العشار عطلت لتتركن القلاص فلا يسعى عليها. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. يخرج الدجال على حمار
له حمار أحمر طوله 60 خطوة، يأكل الحجارة ويخرج من أسته النار. يتقدمه جبل من دخان، تحت الدجال حمار أقمر طول كل أذن من أذنيه 30 ذراعا، وعرض ما بين أذنيه 40 باعا، له سروج وفروج، ويجلس المسافرون بين أذنيه. تطوى له الأرض منهلا منهلا، يتناول السحاب بيمينه ويسبق الشمس إلى مغيبها، ويخوض البحر لا يبلغ حقويه، وإحدى يديه أطول من الأخرى، فيمد يده الطويلة فيخرج من الحيتان ما يشاء. أمامه جبل من دخان، وخلفه جبل أخضر. يأمر النهر أن يسيل فيسيل، ثم يأمره أن يرجع فيرجع، ثم يأمره أن ييبس فييبس. يأمر السماء فتمطر، والأرض فتنبت، ويمر بالخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك. يدعو رجلا يضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك. يسيح الأرض كلها في 40 يوما، ويحبس الشمس، ويكون معه جبال من خبز وأنهار ماء. ونار تحرق، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أحدثكم هذا لتعقلوه وتفهموه وتفقهوه وتعوه، فاعملوا عليه وحدثوا به من خلفكم، وليحدث الآخر الآخر، فإنه أشد الفتن. الدجال يجتاح العالم. نعم مشاهدينا الأكارم في كل مكان، هذا الفيلم يعطيكم فكرة عن الأحاديث الإخبارية التي كان لابد من تأويلها حتى نفهم حقيقة الدجال وخطورة الدجال ويأجوج ومأجوج. في هذه الحلقات، حلقة اليوم وحلقة غدا إن شاء الله، سنتناول هذا الموضوع الهام، والذي أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة مرارا أن يستعيذوا من الدجال حتى في الصلاة لخطورته، وفعلا هذا ما حصل. لكن تعالوا معا نتابع هذه الحلقات حتى نفهم ونعي وندرك ونفقه
هذا الموضوع جيدا. ما أهمية التحذير النبوي من الفتنة الدجالية التي ورد ذكرها في الأحاديث النبوية الشريفة الأستاذ شمس الدين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، إن فتنة الدجال هي أكبر فتنة من زمن سيدنا آدم إلى يوم القيامة، وهذا ما يتبين من خلال أحاديث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، حيث كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة دعاء، ومن خلاله كانوا يستعيذون. ما هو الدعاء؟ اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. والصحابة كانوا يهتمون بهذا الدعاء كثيرا، حتى ذكر في بعض الكتب أن ابن عباس رضي الله عنه رأى ابنه خرج من الصلاة فناداه وسأله: هل دعوت بهذا الدعاء؟ فقال: لا. فقال: أعد وصلي مجددا. هكذا كان عندهم اهتمام. والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا قال: ألا لم يكن نبي قبلي إلا قد حذر الدجال أمته. يعني هذه الفتنة هناك انذار من قبل وفي زمن الرسول صلى الله عليه وسلم بشكل خاص. الآن هنا يجب أن نركز ونفهم كلمة الفتنة، لأن الفتنة كانت من البداية. الله سبحانه وتعالى أيضا قال مخاطبا بني آدم: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان. كلما يأتي الحق الشيطان يلعب دوره ويقوم بالفتنة ضد هذا الحق، وهذه السلسلة استمرت في كل الأزمنة. ولكن عندما جاء الإسلام ثم أصبح الإسلام عالميا وانتشر في كل العالم وجاء وقت ليظهره على الدين كله، ففتنة الشيطان أيضا قد بلغت ذروتها وقمتها وأوجها، وخرجت هذه الفتنة باسم الشيطان. أنا لماذا أقول في كلمة فتنة؟ مثلا إذا كان الدجال مخلوقا عملاقا أو رجلا عملاقا كما يقولون، فكان تخويف الخوف من هجومه وليس من فتنته. مثلا إذا نرى مثلا الفيل في الطريق، مثلا فيل عملاق في الطريق، إما نستسلم أمامه بسبب ضعفنا أو نهرب، لا يوجد هناك إمكانية الفتنة. إذن الفتنة معنى هناك هذا الشيء، الدجال يكون معجبا للناس. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: 70,000 من اليهود يكون وراء الدجال، ومن أمتي الناس أخاف عليهم أن يكونوا متبعين للدجال، والنساء. ذكر في الأحاديث هذه الأمور كلها. إذن الموضوع هنا الدجال ليس كما يقولون، بل هناك الكلمة الفتنة تبين كل هذه الحقائق. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما أحدثكم هذا لتعقلوه وتفهموه وتعوه فاعملوا عليه وحدثوا به من خلفكم وليحدث الآخر الآخر فإنه من أشد الفتن. إذن مجرد كلمة فتنة تبين لنا أن الدجال ليس كخلقا عملاقا، بل هناك هذه فتنة بلغت ذروتها ضد الإسلام الذي ينتشر في كل العالم أو جاء وقت انتشاره، فهذا هو الزمان المطلوب تظهر هذه الفتنة بالشكل أو باسم الدجال أو المسيح الدجال. نعم، جزاكم الله أحسن الجزاء. أستاذ جمال، ما تعريف الدجال من حيث اللغة والاصطلاح؟ لا نسمع الأخ جمال. الأستاذ أيمن. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا نريد أولا قبل أن نخوض في مفهوم الدجال من الناحية اللغوية، أريد فقط أن أحدد، بما أن الأستاذ شمس الدين قد بدأ في أهمية تحذير الرسول صلى الله عليه وسلم من فتنة الدجال،
يجب أن نؤكد هنا أن تحذير الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه الفتنة لم يكن عبثا، بل لكي يقول للمسلمين أنهم يجب أن يكونوا متيقظين دائما من هذه الفتنة، ويجب أن لا يغفلوا عنها، مثل ما يحدث اليوم في عامة الإسلام، حيث أننا نرى بأن هذا الموضوع، موضوع الدجال وفتنة الدجال، يغيب عن فكر العوام وفكر المسلمين، وليس هو من الموضوع الذي يعني يهتمون به، بالرغم من أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد حذر في هذه المسألة بأنه كل جيل يجب أن يحذر الجيل الذي بعده، لكي لا يغفل ولا تغفل الأمة عن هذه الفتنة الكبيرة. وللأسف الشديد بأن المسلمين قد غفلوا عنها. لماذا حذر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لكي يبحث المسلمون دائما عن هذه الفتنة ويكونوا متيقظين، وليس هذا فحسب، بل لكي يبحثوا عن الطريق لمعالجة هذه الفتنة ولمقاومة هذه الفتنة ولكسر هذه الفتنة. والرسول صلى الله عليه وسلم قد أناط بالمسيح الذي سوف ينزل في آخر الزمان مهمة قتل الدجال، فأهمية تحذير الرسول صلى الله عليه وسلم من فتنة الدجال تقودنا إلى أهمية أن يبحث المسلمون أيضاً عن هذا المسيح الذي سوف يأتي من أجل قتل الدجال. وهذا بحد ذاته يرد على كل أولئك الذين يقولون بأنه ماذا لنا وللإيمان بمسيح آخر الزمان، وهذا المعتقد ليس من أصل الدين، بل بالعكس هذا من أصل الدين، وعليه يبنى رقي الإسلام في آخر الزمان وبعثه من جديد وقتل كل الفتن التي تقف أمام الأمة الإسلامية والدين الإسلامي. فهذه هي أهمية تحذير الرسول صلى الله عليه وسلم من فتنة الدجال، أن نحضر هذه الفتنة لمقاومتها ونتبع المسيح الذي سوف ينزل في آخر الزمان، الذي أنيطت به مهمة قتل هذا الدجال. هذا بالنسبة لأهمية التحذير. أما بالنسبة لمفهوم الدجال من الناحية اللغوية، فتعالوا لنرى ماذا يقول لسان العرب. يقول: الداجل هو المموه الكذاب، وبه سمي الدجال. الدجال يخرج في آخر هذه الأمة، سمي بذلك لأنه يدجل الحق بالباطل، وقيل بل لأنه يغطي الأرض بكثرة جموعه. وقال ابن خالويه: ليس أحد فسر الدجال أحسن من تفسير أبي عمرو. ماذا قال؟ قال: الدجال المموه، أي يكثر منه الكذب والتلبيس، وقيل سمي بذلك لأنه يستر الحق بكذبه. إذن المعنى واضح: الدجل، التلبيس، التمويه، التلبيس على الناس، والكذب، وتغطية الحق. هذا هو المعنى اللغوي للدجل. ولكن ماذا يتابع لسان العرب ويقول؟ والدجال والدجالة، أي الرفقة العظيمة. إذا نرى بأن المعنى اللغوي أيضا لا يقتصر معنى الدجال على شخص واحد، بل يقول بأنها الرفقة العظيمة تغطي الأرض بكثرة أهلها. إذا هذا أيضا إشارة كبيرة بأننا يجب أن لا نفهم مسألة الدجال بأنه شخص واحد حسب الأوصاف الحرفية التي جاءت في الحديث الشريف. فهو يقول: وقيل هي الرفقة تحمل المتاع للتجارة. قال أبو العباس: سمي الدجال دجالا لضربه في الأرض وقطعه أكثر نواحيها. وقال مرة أخرى: سمي دجالا لتمويهه وتلبيسه وتزيينه الباطل. ماذا جاء في المنجم؟ الدجال أيضا الكذاب، ومنه المسيح الدجال الكذاب الذي سيظهر في آخر الزمان، والدجال الرفقة العظيمة تغطي الأرض. فباختصار مفيد، نرى بأن الدجال هذه صيغة مبالغة من الكذب والتمويه والتلبيس والتدليس على الناس، وليس هذا فحسب، هذه الأوصاف التي سوف يتصف بها الدجال، ولكنه ليس بالضرورة أن يكون شخصا واحدا، وإنما تكون جماعة كبيرة من الناس التي تغطي الأرض وتسيح في هذه الأرض وتنتشر في هذه الأرض وتسيطر على هذه الأرض. فهذه المعاني اللغوية تسعفنا في فهم الأحاديث الشريفة التي تحدث بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عن الدجال وعن أوصافه، لكي نتعرف على هذا الدجال مثل ما سوف يعني نبينه من خلال الأحاديث في هذه الحلقة.
جزاكم الله أحسن الجزاء. يزعم البعض أن أحاديث الدجال أحاديث آحاد ولم يأتي ذكره في القرآن الكريم، فما صحة هذا الزعم والدليل على بطلانه الأستاذ تميم؟ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الواقع أن أحاديث الدجال هي أحاديث متواترة تواتراً معنوياً وتواتراً لفظياً، إذ أنه قد رواها أكثر من 20 صحابياً، بل قد يصل العدد إلى 30. وهذا الأمر يجعل هذا الخبر، يجعل خبر الدجال من أوثق الأخبار التي ذكرت في الحديث الشريف. فالقضية هي أن من ينكر هذا الأمر ومن يقول بأنها عبارة عن أحاديث أحاد في الواقع لا يعلم بحقيقة الأمر، أو يريد أن يتجاوز هذا الأمر لأنهم ينظرون إلى أحاديث الدجال وكأنها نوع من الخرافة أو من الأمور العجيبة الغريبة التي لا يستطيعون تفسيرها، فيقولون فلنتخلص منها بالقول بأنها لا تلزمنا. لماذا؟ لأنها كما يدعون أحاديث أحاد. ولا شك أن هنالك بعض الأحاديث التي تروي جزئية معينة فيما يتعلق بالدجال رويت عن صحابي واحد، فيعني الأحاديث بمفردها قد يكون هنالك فيها ما هو حديث أحاد، بمعنى أنه لم يروى عن أكثر من صحابي. والواقع أن الغالبية العظمى من الأحاديث إجمالا هي بهذه السمة، يعني من النادر جدا أن نجد حديثا روي عن صحابي واحد ثم بعد ذلك نجد أن هذا الحديث قد روي عن صحابي آخر. يعني عدد هذه الأحاديث ربما يعني لا يتجاوز العشرات في كل الحديث الشريف. ولكن كما قلنا، يعني إذا كان هنالك صحابي ذكر خبر الدجال في حديث ما، وصحابي آخر في حديث آخر، وصحابي في حديث آخر، وزاد عددهم عن 30 صحابيا، وتضمن الأحاديث تضمنت الأحاديث كثير من أوصاف الدجال، فكيف يمكن أن يكون هذا الخبر خبرا ليس يقينيا؟ هذا خبر يقيني 100%، وإنكاره إنكار للعقل ليس إنكارا للحديث ولا لعلم الحديث. فقد ورد على سبيل المثال يعني الأحاديث التي وردت حول الدجال في صحيح البخاري وصلت إلى 51 حديثا، وفي مسلم وصلت إلى 60 حديثا، وفي غيرهما من الكتب هنالك الكثير الكثير. هذا إضافة إلى أن كثير من أكابر الأئمة قد كتبوا كتبا تتحدث عن فتنة الدجال وعن نزول المسيح في آخر الزمان، بمعنى أن هؤلاء الأئمة الذين كتبوا إنما ليس فقط يؤيدون بأن هذا الخبر خبر يقيني، بل يؤمنون به إيمانا قاطعا وجازما، وجمعوا هذه الأحاديث وأخذوا يحاولون تأويل حقيقة ما الذي سيحدث في آخر الزمان. فعلى سبيل المثال لدينا العلامة الشوكاني، قد كتب كتابا اسمه التوضيح فيما تواتر بما جاء في المنتظر والدجال والمسيح، وكذلك كتب الكتاني في كتابه نظم المتناثر من الحديث المتواتر، كتب عن أخبار الدجال. وهنالك أيضا من المتأخرين صديق حسن خان كان له كتاب يقول سماه الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة، والكثيرون جدا من الأئمة قد تحدثوا عن ذلك. أما قد يقول البعض لماذا نؤمن بالدجال، أو لماذا نؤمن، لا نؤمن بالدجال، نؤمن بخبر الدجال وهذا الخبر لم يذكر في القرآن الكريم؟ الواقع أن يعني هذا الموقف هو موقف غير صحيح على الإطلاق، وطبعا أهون على الله من ذلك، هذا بداية. وليس ضروريا أن يصرح القرآن الكريم باسم الدجال لكي نعتقد بأن الدجال سيأتي في آخر الزمان، ولكن الواقع أن القرآن الكريم كعادته قد ذكره ولكن بأسلوب آخر، مركزا على جوانب لابد من الالتفات إليها. إضافة إلى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، النبي قد أشار إلى مواضع من القرآن الكريم تشير إلى الدجال وتعرفنا بالدجال. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، وهذا الحديث رواه أحمد في مسنده. كذلك هنالك الحديث من حفظ 10 الأواخر أو من قرأ 10 الأواخر من سورة الكهف عصم من الدجال. والواقع أن ذكر الدجال قد جاء
في العشر الأوائل وفي الأوائل وفي العشر الأواخر. ففي العشر الأوائل نجد أن الله تبارك وتعالى ماذا؟ الله تبارك وتعالى ينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، حيث جاء في قوله تعالى في أوائل السورة: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فهنا يبين القرآن الكريم ما هو المقصود من فتنة الدجال. كما ذكرتم في مقدمتكم، الواقع أن السر موجود في اسم هذه الفتنة، المسيح الدجال، يعني المسيحية الكاذبة، ما نسب إلى المسيح كذبا وتدجيلا وتمويها، الحركة التي ستقوم بعمل هذا العمل سيكون مبنيا على الكذب والدجل والتمويه، وتنسب نفسها إلى المسيح عيسى بن مريم عليه السلام. فهنا الله تبارك وتعالى يقول: إنني أنذر هؤلاء الذين قالوا اتخذ الله ولدا. إضافة إلى ذلك، نجد في سورة مريم أن الله تبارك وتعالى قد أشار إلى هذه الفتنة وبيّن بأنها أعظم فتنة على وجه الأرض، والتي تكاد السماوات تخر منها، تتفطر منها، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. يقول الله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فالله تبارك وتعالى يبين هنا أنها أشد فتنة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما سمعنا قبل قليل قد بين بأنها أكبر فتنة وأشد فتنة. فالأمور واضحة تماما، الأحاديث تقدم لنا الخبر المتواتر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم مرارا، والذي رواه عشرات الصحابة الكرام. القرآن الكريم يبين ما هو الدجال، ويرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى المواضع التي يمكن أن نجد فيها الدجال، فالموضوع واضح في غاية وتمام الوضوح. نعم، جزاكم الله أحسن الجزاء. أستاذ فتحي معنا؟ أستاذ فتحي صوتك مش مسموع يبدو. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ فتحي، هناك حديث ذكر يعني التي نبه الرسول صلى الله عليه وسلم فيها من خطورة هذا الدجال، وقال: إنما أحدثكم به لتعقلوه وتفقهوه وتعوه. هناك حديث لو تتناول من فضلك بعضا منها. رسول الله صلى الله عليه وسلم نشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن محمداً عبد الله ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أدى ما عليه وأبلغ ولم يخدع أمته، ولكن الناس هم الذين يعشقون أن يخدعوا أنفسهم. لقد بلغه الله سبحانه وتعالى بأسرار القرآن وأسرار الضالين وأسرار يأجوج ومأجوج وأسرار الأخطار المستقبلية على هذا الدين. والله أعلم بأعدائكم، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، كما يقول الله سبحانه وتعالى: ويريدون أن تضلوا السبيل. الذين هم القساوسة طبعا والحخامات الذين يريدون أن تضلوا السبيل، والله أعلم بأعدائكم. فرسول الله عليه الصلاة والسلام عندما ذكر ما جاء في الدجال وأفاض فيه، فإن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام نقلوا ما جاء بأمانة، ونحن وجدنا هذه الأمور، وكان يجب أن نترقب وأن نعرف التاريخ وأن نعرف الملامح. هناك في العهد القديم زكريا 9:9 ها هو يعني بيقول لهم يعني ها هو اهتفي يا بنت أورشليم
هو ذا مليكك يأتيك وديعا راكبا على أتان وجحش ابن أتان. يعني المسيح أول ما دخل أورشليم دخل منقذا مخلصا على حمار. فرسول الله عليه الصلاة والسلام ينبهنا إلى أنه فيه واحد جاي هيركب حمار، فيه خطر عظيم يأتي راكبا على حمار، ولكنه ليس ابن أتان. حمار مش ابن أتان، حمار كذب، وجاءوا على قميصه بدم كذب. يعني معناه حمار. أستاذ فتحي بارك الله فيك، أنا كنت بدي أنك تركز في الأحاديث بعدين الشرح، لكن ما هو المدخل الصحيح الذي يجب أن تفهم به أحاديث الدجال، وما الدليل النقلي على أنها غير محمولة على الظاهر أستاذ شمس الدين؟ نعم، كل هذه الأحاديث التي سمعناها وبعض الأحاديث الأخرى إن شاء الله سوف تأتي أذكارها فيما بعد، من خلالها نفهم أن هذه كلها عبارة عن رؤية والكشوف للرسول صلى الله عليه وسلم. فطبعا رؤية النبي وحي، يعتبر وحي، هكذا المتفق عليه لا خلاف في هذه العقيدة، أنما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في نومه أو يقظته فهو حق. فعندما يكون رؤية، عندما تكون رؤية لابد من تعبيرها. سيدنا يوسف عليه السلام رأى رؤيا، يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فما الذي رآه سيدنا يوسف عليه السلام؟ ذكره أبوه سيدنا يعقوب، لا تقصص رؤياك على إخوتك. ثم فيما بعد سيدنا يوسف عليه السلام بنفسه يفسر بعد أن تحققت رؤياه، يا أبتي هذا من هذا تأويل رؤياي. إذن رؤيا الأنبياء أو كشوف للأنبياء أيضا تقبل التعبير. فمن هذا المنطلق عندما نرى نقرأ أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم نرى واضحا أنها كانت عبارة عن رؤيا والكشوف. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وأراني الليلة عند الكعبة في المنام، فإذا رجل آدم كأحسن ما يرى من أدم الرجال تضرب لمته بين منكبيه كذا وكذا، بعض المواصفات يذكر. ثم سأل قلت من هذا؟ فقالوا هذا المسيح بن مريم. إذن قال أراني الليلة عند الكعبة في المنام، ثم نفس الشيء استمر، ثم رأى الرسول صلى الله عليه وسلم أعور العين، يعني وراءه جعدا رجلا وراءه جعدا قطتا أعور العين اليمنى كأشبه من رأيتم بابن قطن واضعا يديه على منكبي رجل يطوف بالبيت، فقلت من هذا؟ قالوا المسيح الدجال. إذن رأى الرسول صلى الله عليه وسلم مع المسيح ابن مريم الذي سوف ينزل في المنام، وكذلك رأى في الرؤيا وضع أو شكل أو صورة للدجال أيضا. هذا الموضوع ما دام في الأحاديث، يقول الرسول كأني أشبهه بعبد العزى من ابن قطن، رأيتني عند الكعبة وبينما أنا نائم بينما أنا أطوف، كل هذا يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم من الرؤية، واضح لا شك في الموضوع. فهنا نرى ماذا يقول علماء السلف. عندنا العلماء علماء الأمة هم اعترفوا يقولون أن رؤيا النبي أيضا تقبل التعبير. يقول العلامة ملا علي القاري رحمه الله، قال الطوريشي: طواف الدجال عند الكعبة مع أنه كافر مؤول بأنه رؤيا النبي أو من مكاشفاته، كوشف بأن عيسى في صورته الحسنة التي ينزل عليها يطوف حول الدين لإقامة أموره وإصلاح فساده، وأن الدجال في صورته الكريهة التي يظهر عليها يدور حول الدين يبغي العوج والفساد. إذن ملا علي القاري رحمه الله فسر رؤيا رسول صلى الله عليه وسلم أن منظر عيسى بن مريم هو عبارة عن إصلاح الأمة من الفساد، ومنظر الكريه الذي كان عبارة عن صورة الدجال
وعبارة عن البغي العوج والفساد في هذا الدين. ثم يقول ابن حجر العسقلاني رحمه الله أيضا في نفس الموضوع يقول: واستشكل كون الدجال يطوف بالبيت وكونه يتلو عيسى بن مريم عليه السلام، وقد ثبت أنه إذا رآه يذوب، وأجابوا عن ذلك بأن الرؤية المذكورة كانت في المنام، والرؤيا الأنبياء إن كانت وحيا لكن فيها ما يقبل التعبير. إذن هذه كانت رؤيا وبحاجة إلى تعبير، والأحاديث أخرى. هذه أسلوب الله، أسلوب الله نعم. مع أنبيائه في القرآن نعم. يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا نعم. والشمس والقمر رأيتهم لي، وسيدنا إبراهيم إني نعم. أرى في المنام أن يذبحك بالضبط، وكذلك لنعلمهم من تأويل الأحاديث بالضبط. يعني الأحاديث الإخبارية المستقبلية لابد نعم. من تأويلها حتى نعرف حقيقتها، ولا نعرف حقيقتها نعم. إلا عند ظهورها نعم. وأيضا دليل أن هناك حديث يقال حديث تميم الداري، هذا كله عن الرؤية، والرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ حدثني تميم الداري حديثا وافق الذي كنت أحدثكم، يعني هو رأى في الرؤية تشبه برؤيتي. إذن كل هذه الأحاديث عن الدجال هي عبارة عن رؤية، ولكن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم حق وعبارة عن وحي، ولا بد أن تتحقق أيضا. نعم. أخي جمال غزول من المغرب، يعتقد البعض أن الدجال شخص واحد بعلامات ظاهرية، كيف نرد على ذلك من فضلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله من ولاه على عبده ورسوله. نعم، يعتقد الكثيرون من أنصار الفهم التقليدي لهذه الأحاديث على أن الدجال هو شخص واحد بعلامات ظاهرية. الحق أن أولى مخالفات هذا الفهم مخالفة اللغة. إذا ثبت كما استعرض إخواننا بارك الله فيهم في مشكلة بالصوت من حيث اللغة وبيان العربي ماهية الدجال. والحق أن الدجال هو اسم فرقة عظيمة تقطع أكناف الأرض وتلبس الحق بالباطل وتظهر التمويهات والتلبيسات كما أثبتنا في ضوء قواميس اللغة. وأما ما جاء ذكره في بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة الواحد أو بصيغة المفرد فهو على أساس الوحدة النوعية لا باعتبار الوحدة الشخصية. والشاهد على ذلك أن المراد بذلك اسم فرقة لها مواصفات ولها يعني تتأتى منها أفعال معينة، ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم حين ربط بين فتنة الدجال وبين ما يدرك به أو يتقى به بقوله صلى الله عليه وسلم: من حفظ 10 آيات من أوائل سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. والقرآن الكريم فواتح سورة الكهف تدلنا على اسم فرقة أو وصف فرقة لها معالم ولها صفات، وذلك بعد قول الله تبارك وتعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا إلى آخر الآيات. فقد أشار الله تبارك وتعالى في فواتح سورة الكهف إلى اسم فرقة تنسب إلى الله تبارك وتعالى الولد. ونحن ندرك أن القوم الذين اتخذوا المسيح ابن مريم ولدا لله تبارك وتعالى وإلها من دونه هم فرقة القصص، وهي هذه العقيدة التي ينشرونها ويشيعونها. وكما عد القرآن الكريم أعظم فتنة في تاريخ الوجود البشري هي هذه الفتنة التي قال الله تبارك وتعالى عنها في كتابه المجيد في سورة مريم: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخير الجبال هدا أن دعوا لرحمن ولدا. وكذلك خواتم سورة الكهف كما دل النبي صلى الله عليه وسلم يدلنا على قوم هذه سمتهم
في العشر أواخر من سورة الكهف يقول الله تبارك وتعالى، يقول: أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إن أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فهابطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا ولو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي إلى آخر آيات. فواضح أن فواتح سورة الكهف فيها بيان واضح للنبي صلى الله عليه وسلم عن جموع من الناس لهم هذا المعتقد وهذه الدعوة التي عدها القرآن الكريم أعظم فتنة في هذا الوجود. كذلك في دلالة قول الله تبارك وتعالى في سورة غافر لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وهذه الآية مما توافق المفسرون على أنها تدل على الدجال. وحديث أم شريك رضي الله عنها التي روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولها: ليفرن الناس من الدجال في الجبال. قالت أم شريك: يا رسول الله أين العرب يومئذ؟ قال: هم قليل. حديث في صحيح مسلم، وفيه إشارة على أن الدجال هو اسم فرقة عظيمة. وهذا الحديث تحققت دلالته حينما يتبين إن شاء الله من خلال هذه الحلقة ثم غد على أن هذا الحديث يصور لنا ما تعلق بالهجمة الاستعمارية التي تحدث من خلال في عصر الدجال حينما يعني لبثت هذه القوى الاستعمارية وهجمت على البلاد الإسلامية واستعمرتها. والتاريخ المعاصر يشهد على هذه الفتن والأهوال التي عانى منها المسلمون والبلاد العربية خصوصا في الحقبة الاستعمارية. بارك الله فيك. والآن إلى الدلالات التأويلية الواردة في علامات الدجال، ما هي أستاذ تميم؟ بارك الله فيكم. بالنسبة للدلالات التأويلية حول موضوع الدجال، فكما تفضلتم وكما تفضل الإخوة، إن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر الدجال في صيغة المجاز والاستعارات، وهذه الصيغة هي الصيغة التي عادة تأتي فيها النبوءات الغيبية. النبوءات الغيبية تأتي بهذه الصورة، لا تأتي بصورة تفصيلية ودقيقة، لأنه حتى يعني هذا الأمر متعذر في الواقع حتى لو كان مرغوبا ومطلوبا. يعني على سبيل المثال، لو قال أحد: لماذا لم يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم ولماذا لم يقل بأن الدجال هو القساوسة الذين سيأتون من بريطانيا وسيأتون مثلا من الغرب، سيأتون من البلاد المعينة، ومثلا إذا قال سيأتون على طائرات أو على سيارات أو سيأتون بقطارات، يعني هذا الكلام لا يمكن أن يفهم ولا أصلا، يعني كل هذه الأمور التي ظهرت في المستقبل كلها يعني مجهولة بالكامل بالنسبة للناس في ذلك الوقت. يعني على سبيل المثال، الآن نحن في عصرنا هذا، لو عدنا إلى 20 أو 30، لنقل إلى 30 عاما، وبدأنا نتحدث عن الموبايل، عن الهاتف الخلوي، فلن يستطيع أحد أن يفهم ولا يستطيع ربما أن يتصور بأن كل واحد يحمل هاتفه في جيبه وأنه بهذا الهاتف يستطيع أن يرى البرامج الكثيرة ويستطيع أن يعني يتواصل مع الناس ويعني أمور كثيرة جدا. فالمهم أن الله تبارك وتعالى قد أنبأ النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال وعن مواصفات الدجال وعن الأمور التي ستأتي ملازمة للدجال في صيغة المجاز، لأن هذه هي الصيغة المناسبة والجميلة والرائعة، والتي أيضا ستثبت بأن النبي صلى الله عليه وسلم صادق من الله تبارك وتعالى حقا، وأنه لا ينطق عن الهوى. فكيف يمكن أن يذكر هذه الأمور بهذه الصيغ المجازية التي تبدو عجيبة للغاية، ثم بعد ذلك نجد أن تأويلها واضح اليوم بشكل كبير جدا، وأنها تتحدث عن جزئيات حياتنا
اليومية وتصف لنا الدجال وصفا دقيقا. الآن أيضا إذا نظرنا إلى بعض ما تحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم حول الدجال نفسه، ليس مثلا عن حماره وليس عن الأمور الأخرى المتعلقة به أو عن أعماله، فنجد أنه مثلا قال عنه أنه أعور العين اليمنى، طبعا وهذا وفقا للدلالات التأويلية والتعبيرية أنه يعني العين اليمنى عادة هي تشير إلى الدين، تشير إلى الروحانية، بينما العين اليسرى تشير إلى الدنيا، إلى أمور الدنيا، فيبين بأنه فيما يتعلق بالدين دينه باطل فاسد، ولكن فيما يتعلق بعينه اليسرى فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها كأنها كوكب دري، وفي حديث آخر كأنها عنبة طافية، وكأنها زجاجة خضراء في حديث آخر، بمعنى أن الدنيا عنده متقدمة متطورة وأن نظره في أمور الدنيا دقيق للغاية. فهذا ما يصف حال الدجال في هذا الوقت، أنه يعني مبدع وبارع في فنون الدنيا وفي علومها، ولكنه يحمل عقيدة ودينا فاسدة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال بأنه مكتوب بين عينيه كافر، وهذا أمر أصلا نستخدمه بشكل عام يعني في كلامنا اليومي، عندما نقول على سبيل المثال إن بين عيني فلان يظهر بأنه كاذب أو بأنه لص أو بأنه قاتل أو ما إلى ذلك، هل هذا يعني أن هذا الأمر مكتوب كتابة بكلمات أو بحروف؟ لا، المقصود أن هذا الأمر يتبين مباشرة عندما ننظر في هذا الشخص. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول مكتوب بين عينيه كافر، أنه هذا الأمر لا يمكن أن يخفى على إنسان ذي بصيرة، وأن هذه الكتابة يتبينها المؤمن القارئ وغير القارئ، ولا يتبينها الكافر، بل قد يعجب الكافر بهذا الدجال ويتحدث عن مواصفاته وعن ميزاته وعن أن الذي يأتي به عبارة عن شيء جيد. فهذه كلها كما قلنا عبارة عن دلالات تأويلية، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الأمر أنه متعلق بالدنيا وفقا لمنطوقنا ووفق لأسلوبنا في الحديث، وذكر أيضا هذا الأمر فيما يتعلق بالآخرة، يعني على سبيل المثال يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي الله عز وجل مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله. فيعني هل من المنتظر يوم القيامة أنه سيأتي ومكتوب على جبينه يعني تكون هنالك لافتة مكتوب عليها آيس من رحمة الله، أم أن الله تبارك وتعالى سيظهر هذا الأمر وسيبين للناس بأن هذا الشخص قد يأس من رحمة الله بسبب هذه الجريمة التي ارتكبها؟ فعلى كل حال بمجرد فقط أن نضع في ذهننا أن ما يتعلق بالدجال إنما هي عبارة عن أمور مجازية لا بد من تأويلها، وأنها رموز كرموز النبوءات والرؤى، فعند ذلك ستتضح المسألة وسنرى جمال حديث النبي صلى الله عليه وسلم وجمال نبوءاته، وسنرى صدق الإسلام يتجدد من خلال هذه الأحاديث العظيمة. نعم، جزاكم الله أحسن الجزاء. دكتور أيمن. نعم، أريد فقط أن أحدد يعني بعض الأمور باختصار. يعني نحن نقول بأن الدجال ليس كما يفهمه الآخرون، وكيف ليس كما يفهمه بقية المسلمين بأنه رجل شخص واحد، وإنما نقول بأنه فرقة وأنه مجموعة من الناس مثل ما سوف نبينه في هذه الحلقات. وقد تحدث الأستاذ شمس الدين عن الدليل النقلي في أننا يجب أن نفهم أحاديث الدجال على بالمجاز وليس على ظاهرها، وقال هناك بأن هنالك بعض الأحاديث التي يقول فيها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صراحة أنه كان يرى الدجال في المنام، وهذه المنامات والرؤى بحاجة إلى تأويل طبعا. ولكن يعني مثلما بدأ الأستاذ تميم بالإضافة إلى الدليل النقلي، الدليل العقلي هو أنه إذا نأخذ الأحاديث التي تتحدث عن الدجال ونريد أن نأخذها على حرفيتها، نرى بأنها متضاربة بين بعضها البعض وفيها تناقض كبير إذا ما أخذناها على حرفيتها. فمثلا عندما يقول بأن الدجال معه جنة ومعه نار، ناره جنة وجنته نار، كيف يمكن أن نفهم هذه الكلمات على حرفيتها؟ إما جنة وإما نار. أما أن تكون الجنة نار والنار جنة فهذا بحاجة إلى تأويل. وعندما يكون مكتوب على جبينه كافر يقرأه الكاتب، هذا نفهمه، ويقرأه غير الكاتب، كيف يمكن أن نفهم هذه المسألة دون أن نؤول
هذا الكفر الموجود على الجبين. فهذا دليل عقلي بأن هذه الأحاديث إذا أخذت على حرفيتها سوف تتناقض مع بعضها البعض، وإضافة إلى ذلك سوف تتناقض مع القرآن الكريم مثل ما سوف يتضح من ذلك. ثم يعني نقول إذا الدجال هو فرقة كبيرة، فرقة القصص الذين انهالوا على الدين الإسلامي بهجومهم السافر في القرنين الأخيرين خاصة. وتحدث الأستاذ جمال عن الناحية اللغوية، أقول يعني الذي يسأل لماذا سمي الدجال كل هذه الفرقة، لأنه في الحقيقة من عادة العرب إطلاق كلمة الواحد للدلالة على الجماعة. مثلا أكبر مثال على ذلك في القرآن الكريم عندما يقول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هم العدو فاحذرهم، لم يقل هم الأعداء، لأن كلمة العدو تدل على الجمع أيضا. ثم عندما نقول الصلاة فهذا يعني قد نعني بها كل الصلوات، عندما نقول العمل يقصد به استغراق الجنس يعني كل الأعمال. فهكذا أيضا ممكن أن نقول إنه هو الدجال وممكن أن نقول إنهم هم الدجال. فهذه من الأمور اللغوية تدلنا على أنه ليس بالضرورة فهم كلمة الدجال بأنه شخص واحد، وإنما هي في الحقيقة تنطبق على فرقة معينة من الناس مثل ما نفسره في هذه الحلقات. نعم. نخرج إلى فاصل قصير نستمع إلى قصيدة، كونوا معنا. بك الحول يا قيوم يا منبع الهدى، فوفق لي أن أثني عليك وأحمدا. تتوب على عبد يتوب تندما، وتنجي غريقا في الضلالة مفسدا. كبير المعاصي عند عفوك تافه، فما لك في عبد ألم ترددا. تحيط بكنه الكائنات وسرها، وتعلم منها جسوا ومحردا. غيور غيور يبيد المجرمين بسخطه، غفور ينجي التائبين من الردى. وحيد فريد لا شريك لذاته، قوي علي في الكمال توحدا. ومن جاءه طوعا وصدقا فقد نجا، وأدخل وردا بعدما كان ملبدا. له الملك والملكوت والمجد كله، وكل له ما لاح أو راح أو غدا. عليك توكلنا وأنت ملاذنا، وقد مسنا ضر وجئناك للندى. نعم مشاهدينا الأكارم في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا. إذن يتبين من الأحاديث أن الدجال في شقه العقدي هو الداعي لله الولد، وأنه فرقة تجوب الأرض بهذه الدعوة. فهل معنى ذلك أن كل من كان يدين بالنصرانية هو دجال بالضرورة؟ أستاذ شمس. لا كلا،
نحن لا نقول كل مسيحي مجرد أنه اعتنق دينا مسيحيا وهو صار دجال، لا نقول هكذا، ولا نقول أن المسيحيين الأوائل في القرون الأولى لا نسميهم أيضا بدجال، بل نسمي الدجال المسيحية التي قامت من خلال فتنتها بتنصير المسلمين، وخصوصا هذا حدث في القرون الأخيرة، وهذا ما أشار إليه حضرة سيدنا أحمد المسيح الموعود عليه السلام. ففي هذه المناسبة نقرأ مقتبسا من كتابه نور الحق، وفي هذا المقتبس تناول حضرته عليه السلام هذا الموضوع ويوضح بكل وضاح. يقول: وألقي في روعي أن المسيح سمى الآخرين من النصارى الدجالين لا الأولين، وإن كان الأولون أيضا داخلين في الضالين المحرفين. والسر في ذلك أن الأولين ما كانوا مجتهدين ساعين لإضلال الخلق كمثل الآخرين، بل ما كانوا عليها قادرين، وكانوا كرجل مصفد في السلاسل ومقرن في الجبال وكالمسجونين. يعني في البداية يعني هم كانوا يعادون الإسلام، ولكن ما كان في استطاعتهم أن يعملوا أي شيء، بل كانوا في حالة الغضب وكذا، كانوا مسجونين ومحبوس، عبارة عن أنهم كانوا محبوسين. وأما الذين جاءوا بعدهم في زماننا هذا ففاقوا أسلافهم في الدجل والكذب، ووضع الله عنهم أياصرهم وأغلالهم، ونجاهم عن السلاسل التي كانت في أرجلهم ابتلاء من عنده، وكان قدرا مقضيا من رب العالمين، وكان قدر الله أن يبرزوا بعد 1000 سنة من الهجرة حتى ظهروا في هذه الأيام كغول خلص وأخرج من السجن، ثم استوى على راحلته لاويا إلى زافرته، وحزب خلقوا على شاكلته وكانوا لقبوله مستعدين. يعني وجدوا القوم كانوا جاهزين مستعدين لأن ينضموا إلى هذه الفتنة ليقوموا ضد الإسلام. ثم أشاعوا كيف شاءوا من أنواع الكفر وأصناف الوسواس، وكانوا قوما متمولين. وهذا هو الذي كتب في الصحف الأولى، أن الثعبان الذي هو الدجال يلبث في السجن إلى 1000 سنة ثم يخرج بفوج من الشياطين، فليتذكر من كان من المتذكرين. كذلك خلصوا بعد 1000 وتناسوا ذمام الله ونكثوا أحوده واحفظوا ربهم مجترئين، وجمعوا كل جهدهم لإضلال الناس، واستجدوا المكائد كالخناس، وجاءوا بسحر مبين، وأضاعوا التقوى والعمل الصالح، واتكأوا على كفارة لا أصل لها، واتبعوا كل إثم، واستعذبوا كل عذاب، وكذبوا المقدسين، وتجنوا وقالوا: نحن عباد المسيح وأحباؤه، وهيهات أن تراجع الفاسقين مقة الصالحين. ومن خلال هذا المقتبس يتوضح ليس المسيحيون الذي كانوا في القرون الأولى هم أو نسميهم الدجال، بل الذين جاءوا متأخرا وكان هدفهم إضلال الناس وتنصير المسلمين ونشر الفتنة بشكل عام. نعم، جزاكم الله أحسن الجزاء. هل من أقوال أخرى لحضرة المسيح الموعود عليه السلام في بيان أوجه الحقيقة الدجالية وصورها الأخرى أستاذ جمال؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، جزاك الله خيرا. قبل الإجابة على هذا السؤال، عطفا على ما الذي الداعية شمس الدين جزاك الله خيرا في بيان مفهوم الدجال، حتى لا يظن يعني الإخوة الأحبة المسيحيين على أن هذا يعني طعنا في معتقدهم أو في يعني في توجههم العقدي. فهذا الذي نذكره في ماهية الدجال مما توافقت عليه الكتب السابقة بما فيها العهد الجديد، ففي سفر الرؤيا نجد مطابقة بل موافقة لما أكده النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه في
فيما تعلق بخروج الدجال الذي يأتي من الكنيسة في آخر الزمان. وهذا ما أنبأ عنه أستاذ محمد يوحنا اللاهوتي أو يوحنا الرائي في سفر الرؤيا في الأصحاح 20، يذكر هذا المعنى تماما حينما يتحدث عن تقييد إبليس وسجنه، ثم بعد أن تنقضي 1000 سنة يخرج من سجنه بهذا الوصف. يعني الأصحاح 20 من سفر الرؤيا يصف لنا هذا الوصف، ثم يذكر بعد انقضاء 1000 سنة يطلق الشيطان من سجنه فيخرج ليضلل الأمم في زوايا الأرض الأربع، يأجوج ومأجوج، ويجمعهم للقتال وعددهم كثير جدا كرمل البحر. هذا في الأصحاح، في الأصحاح 20 من سفر الرؤيا. كذلك يدخل المسيح الموعود عليه السلام ردا على جوابكم في بيان أوجه الحقيقة الدجالية وصورها الأخرى، فيذكر عليه السلام هذا الشق العقدي والفلسفي والحضاري المتمثل بفكر الاستشراق والفلسفة الإلحادية الذهبية، فكتب يقول عليه السلام: ولا يخفى على العارفين أن جماعة كبيرة من المسلمين، أو بتعبير آخر فئة من صعاليك الإسلام من ذوي البطون الجائعة والأجسام العارية، استحوذ عليهم القساوسة بما لوحوا لهم بالرغيف والثوب، ومن لم يطمع في رغيفهم افتتنوه بالنساء، ومن لم يقع في شركهم بهذه الطريقة أيضا نشروا للكيد بهم فلسفة الإلحاد واللادينية التي وقع فريستها اليوم ألوف من الناشئة من أبناء المسلمين، ممن يسخرون من الصلاة ويستهزئون بالصوم ويرون الوحي والإلهام أضغاث أحلام. أما من قصر باعه عن دراسة الفلسفة الإنجليزية فقد ألفوا ونشروا لتضليله القصص الكثيرة الملفقة التي نسجها القساوسة بكل سهولة، والتي هجوا فيها الإسلام بأسلوب روائي أو تاريخي، كما ألفوا، يقول عليه السلام، كما ألفوا ما لا يحصى من الكتب للطعن في الإسلام ولتكذيب سيدنا ومولانا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ووزعوها في كثير من أنحاء العالم مجانا، ونقلوا أكثرها إلى لغات عديدة، وقاموا بنشرها إلى آخر كلامه عليه السلام، إلى أن يقول: تجد أنهم ألفوا ووزعوا مجانا ما يربو على 70 مليونا من الكتب لنشر أفكارهم المليئة بتلبيساتهم خلال 21 سنة، وذلك كي يرتد عن الإسلام أهله ويؤمن بالمسيح الإله. ما يقول عليه السلام: فالله أكبر، إن لم يكن هؤلاء في نظر قومنا الدجال في الدرجة الأولى، وإن لم تكن ثمة حاجة إلى مسيح صادق لرد مكائدهم، فماذا عسى أن يكون مآل هؤلاء القوم يا ترى؟ إذا باختصار، يشير المسيح الموعود عليه السلام إلى مظهر هذه الفتنة بشتى أوجهها الفكرية والعقادية والفلسفية، ثم يذكر عليه السلام معثر الأمة الإسلامية عند، يعني في القرن 18 من ظهور هذه الفتنة، فتنة القساوسة وإرهاصات يعني هذه الفتنة في التأليفات وفي كتب الفلسفة والوشتكة يعني والكتب الطاعنة في الإسلام وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي مسلك التنصير الذي تأتى من هذه الفرقة المفسدة والمغوية. نعم، جزاكم الله أحسن الجزاء. دكتور أيمن، إضافة؟ صوتك مش موجود. نعم، عفوا. تحديدا الموضوع أريد أن أقول لكي يفهم الجميع أننا لا نقول بأن كل الإخوة المسيحيين والنصارى بأنهم هم الدجال، ليس القصد من ذلك، ولا حتى كل القصص المسيحيين، بل بالعكس، سيدنا أحمد عليه السلام قد قال بأن هنالك القصص المحترمين الذين يحترموننا ويحترمون ديننا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم، فهؤلاء نحترمهم ونجلهم، ولكن هناك فرقة من القصص النصارى التي انهالت على الإسلام ببداية الاستعمار الأوروبي على بلاد الشرق، خاصة بدءا من الهند، وقد وضعوا نصب أعينهم تنصير المسلمين بشتى الوسائل، ليس فقط بمجرد نشر عقيدتهم ودينهم، نشر العقيدة والدين هذا حقهم، ولكن
استعمال وسائل التضليل والتمويه والتلبيس والإنهال على الدين الإسلامي بشتى التهم والاتهامات الباطلة، والقدح في القرآن الكريم، والقدح بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبأمهات المؤمنين، وبهذه الصورة بحيث أنهم يصوروا الدين الإسلامي بأنه أحط من الدين المسيحي. فهذه هي الحركة التنصيرية، حركة القصص التي هي ممتدة إلى اليوم. نرى هذه الحركة موجودة على الفضائيات وعلى الفيسبوك ووسائل الاتصال الاجتماعي بشتى الإطارات وبشتى يعني الطرق، حيث أنهم يقومون بهذه البرامج وإنهالوا على الإسلام بكل هذه الاتهامات الباطلة. وللأسف الشديد ينضم إليهم أيضا العلماء والفلاسفة الذين وضعوا نصب أعينهم أن ينقضوا على الدين الإسلامي وأن يقوموا بقتل هذا الدين، ولكن هيهات ثم هيهات. فكل هؤلاء وللأسف الشديد نرى بأن بعض المسلمين ينجرون وراءهم بعض العلماء المسلمين ويعترضون على الرواية الدينية، وهذا فقط بسبب إلحادهم وعدم إيمانهم بشيء اسمه الوحي، بأنه هو المصدر الوحيد للحقيقة المطلقة. فعدم إيمانهم بهذا الوحي أصبحوا يقارنون الرواية الدينية مع الأبحاث العلمية وعلم الأثار الذي يتخذونه ذريعة اليوم من أجل دحض الرواية الدينية بشكل عام، وخاصة يضعون نصب أعينهم الرواية الإسلامية. فهؤلاء كلهم مع بعض وكل من لف لفهم من المستشرقين الذين انقضوا على الدين الإسلامي هم في الحقيقة الحركة الدجالية، الدجال الذي نعيش فيه اليوم والذي يجب علينا أن نقاومه ونقوم بمقاومته. فهؤلاء هم الدجال، وليس القصد بأنه كل النصارى أو كل من يؤمن بالمسيحية أو كل القصص الذين ينتمون إلى الديانة المسيحية. نعم، معنا الأخ ماهر المدينة من تونس، تونس الخضرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالك الأستاذ؟ الحمد لله، محمد. أردت أن أقول في هذا الحديث بأن في موضوع الدجال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وصف الدجال بصفة تدل على أنهم مجموعة من الناس وليس أنه فجح. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الدجال أعور وأن ربكم ليس بأعور. لو أخذنا هذا الحديث على ظاهره فهذا فيه تشبيه وتقديم حتى لله عز وجل والعياذ بالله، وكان لا فرق بين الله وبين الدجال سوى أن ربنا يعني عيناه سليمتان والدجال أعور. وهذا لا يقوله عاقل، وحاشا سيد المنزهين أن يقول هذا. ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يحذر أمته من فتنة الدجال لم يقل مثلا اقرأوا عليه سورة الإخلاص التي تتحدث عن توحيد الله، ولا مثلا آية الكرسي التي تتحدث عن قيومية الله، وإنما قال اقرأوا عليه فواتح سورة الكهف. وعندما نقرأ فواتح سورة الكهف نجد أن الله عز وجل يقول كبرت ويطنزر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فإذا هؤلاء الناس هم الذين قالوا اتخذ الله ولدا. من الذين قالوا اتخذ الله ولدا؟ هم النصارى. أيضا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وصف عيسى بن مريم الناصري قال أنه رجل أحمر جعد عريض الصدر. كما ذلك عندما وصف الدجال قال أنه رجل أحمر جسيم عريض الصدر جعد. فهذا يعني ما معنى هذا؟ هذا معنى أن هؤلاء الدجال، هؤلاء النصارى الذين يذلون الناس وهؤلاء الصليبيين هم ينتسبون إلى عيسى في الظاهر ولكنهم في الباطن هم أبعد الناس عن عيسى، وهكذا تستقيم الأحاديث. أما لو أخذنا أن الدجال يحيي ويميت وأنه ينزل الغيث وأنه يحيي من في القبور وغيرها من هذه الصفات الواردة في الأحاديث فشيء طبيعي أن يؤمن به الناس. إذن يعني ليس عيبي أن أجد شخص يحيي لي أبي وأمي ثم تقول لي متى أمنت به، ولكن إن كان هنالك جدال فكري فشيء طبيعي أن أرفضه لأن عقيدتي ترفض هذا. هذا الذي أردت أن أقوله في هذا الموضوع. بارك الله فيكم. أستاذ تميم، هل من أقوال أخرى لحضرة أحمد عليه السلام في بيان الجوانب الفكرية الفلسفية للدجال؟ نعم، بارك الله فيكم. الواقع أن سيدنا أحمد المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام قد بيّن جوانب الدجال العديدة والكثيرة،
ولكن قبل أن أذكر هذه الأقوال وددت هنا فقط أن أشير إلى شيء مهم جدا، وهو قد يكون أيضا سؤال يتبادر إلى الأذهان، وهو يعني هل أنبأ عيسى بن مريم عليه السلام بحال القساوسة في هذا الزمن الأخير وبهذه الحركة الدجالية التي سيقومون بها؟ الواقع أن يعني الآن سأذكر طبعا قولا لعيسى بن مريم عليه السلام، وسأذكر بعد ذلك قول المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام الذي جاء لكي يبدد هذه الفتنة ولكي يظهرها. فالمسيح عيسى بن مريم عليه السلام يقول في إنجيل لوقا في الإصحاح 13 في ابتداء من العدد 24: اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق، فإني أقول لكم إن كثيرين سيطلبون أن يدخلوا ولا يقدرون من بعد ما يكون رب البيت قد قام وأغلق الباب. يعني ختمت النبوة وختمت الرسالات، وابتدأتم تقفون خارجا وتقرعون الباب قائلين يا رب يا رب افتح لنا، يجيب ويقول لكم لا أعرفكم من أين أنتم. يعني هم يقولون نحن ننتمي إليك، وهو يقول لا أعرفكم من أين أنتم، كما أن هؤلاء ينسبون أنفسهم إلى المسيح عليه السلام. فيقول حينئذ تبتدئون تقولون أكلنا قدامك وشربنا وعلمت في شوارعنا، فيقول أقول لكم لا أعرفكم من أين أنتم، تباعدوا عني يا جميع فاعلي الإثم. يعني أنتم تنسبون أنفسكم إلي، أنا لا أعرفكم، وتباعدوا عني يا من تقومون بكل الآثام بكل المظالم. وهذه التي سنذكر كيف بيّنها المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام في كلامه: هنالك يكون البكاء وصرير الأسنان، متى رأيتم إبراهيم وإسحاق ويعقوب وجميع الأنبياء في ملكوت الله وأنتم مطروحون خارجا، ويأتون من المشارق ومن المغارب ومن الشمال والجنوب ويتكئون في ملكوت الله، وهو ذا آخرون يكونون أولين وأولون يكونون آخرين. فهذا كلام واضح للمسيح عيسى ابن مريم عليه السلام، يبين فيه بأن هنالك من سيكونون منسوبين إلى المسيح ويقولون نحن نبشر باسمه ونحن نأتي لكي ننشر دعوته ولكي ندعو الناس إليه، ولكنه سيتبرأ منهم في الأخير ويقول لا أعرفكم من أين أنتم. المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام، المسيح المحمدي الذي نزل لكي يقتل هذا الدجال، ماذا قال لتبيان الجوانب المتعددة للفتنة الدجالية؟ الفتنة الدجالية لا تقتصر فقط على أنهم يريدون أن يروجوا للعقيدة المسيحية، يعني هذا فقط جزء من العمل الذي يقومون به. الواقع أنهم قاموا بحركة فكرية ثقافية متنوعة أدت إلى تغيير العالم، وأدت إلى أيضا إلى تغيير ثقافة العالم وتقاليد العالم، وإمالة الناس إلى الفسق والفجور وإلى الظلم وإلى كل ما هو ضد إنسانية الإنسان. فيقول المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام: ارفعوا نظركم وانظروا كم من بلايا أحاطت بالإسلام، وكيف يطلق عليه الأعداء سهامهم من كل حدب وصوب، وكيف أثر هذا السم في عشرات الملايين من الناس. فهناك طوفان علمي، يعني العلوم التي تستخدم لإثبات أو لنقل لدعم الإلحاد، مع أن العلم يدعم وحدانية الله ويدعم الألوهية، وطوفان عقلي استخدام الحجج العقلية أيضا لإبعاد الناس عن الحق بالتزييف والتزوير، وطوفان الفلسفة، وطوفان المكايد والمؤامرات، وطوفان الفسق والفجور، وطوفان الطمع والجشع، وطوفان الإباحية والإلحاد، وطوفان الشرك والبدعة. الإباحية والإلحاد، الإلحاد الذي هو الدعوة لأن لا يكون الله تبارك وتعالى، يعني أو لنفي وجود الله تبارك وتعالى، والإباحية المعروفة التي انتشرت الآن بصور لا يمكن أن يتخيل حجمها، وطوفان الشرك والبدع. فانظروا إلى كل هذه الطوفانات بعيون باصرة،
وقدموا نظيرها من الأزمنة الغابرة إن كنتم على ذلك من القادرين. قولوا إيمانا، هل يوجد لذلك نظير منذ زمن آدم عليه السلام إلى يومنا هذا؟ وإن لم يكن هناك نظير فاتقوا الله واستنبطوا من الأحاديث معاني مناسبة، ولا تغضوا الطرف عن الأحاديث الراهنة عن الأحداث الواقعة الراهنة، فينكشف عليكم أن هذا الضلال كله هو الدجل الشديد الذي حذر منه كل نبي، وقد وضعت الديانة المسيحية أساسه في العالم، فكان ضروريا أن يأتي مجدد الوقت باسم المسيح، لأن أمة المسيح هي أساس الفساد. هنا يعني نؤكد كما قلنا أن هذا لا يعني أن كل مسيحي هو من الدجال أو تابع للدجال، ولكن هي الحركة التي قامت بها أمة المسيحية هذه المستحدثة، والتي تقوم والتي كما قلنا قام بداية بها القساوسة، ولكنها تفرعت كثيرا في فروع متنوعة لإضلال الناس والإبعادهم عن الله تبارك وتعالى. نعم أستاذ فتحي، ماذا تجمل في هذا المحور؟ كما يقول الأخ الكريم تميم، نحن الآن فعلا نرى آثار أبناء الدجال. المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام فضح الدجال ورد على جميع أنواع التهم الموجهة للإسلام، فالذين اتبعوه قد قتل الدجال في حقهم، والذين صدقوه صار الدجال منعدما في حقهم، ولكن الذين كذبوه والذين عادوه هم الذين لازالوا واقعين الآن تحت فتنة الدجال. يعني الدجال قتل في حق الذين استمعوا واتبعوا وأصاخوا وعقلوا وفهموا واهتموا ودعوا الله كما أرشدهم المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام، وبكوا إلى الله فهداهم الله إلى النجاة من فتنة الدجال. وأما الذين كذبوا فهم الآن في عالم الدنيا يأكلون ويشربون كما تأكل الأنعام، ويتبعون الشهوات والأهواء، وخربوا العالم وظلموا الناس بالمظاهرات وبالقتل وبالاختلاس وبالسيطرة وبمحاولات الافتراس والهيمنة كأنها غابة، والأفلام الحلوة عندهم أفلام الوحشية والافتراس والقتل والانتقام وأفلام الغابات، أفلام الغابات وكأن العالم غابة. ناشونال جيوغرافيك تصور للشباب الصغير العالم غابة ولا يوجد إله، والقوي يحكم ويفترس، خلق ليفترس. هكذا نحن الآن نصل النار التي أشعلها الدجال، ولا ينجو منها إلا الذين اتبعوا مبعوث السماء، الذين قالوا ربنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالذين دعوا هذا الدعاء وبكوا إلى الله هذا البكاء قد هداهم الله إلى صراط الذي أنعم الله عليه وهو المسيح الموعود، ونجاهم من صراط المغضوب عليهم. جزاكم الله أستاذ فتحي. ما حقيقة الأفعال أو الأعمال التي يقوم بها الدجال وما تأويلها الصحيح أستاذ شمس الدين؟ نعم، كما ذكرت في البداية الرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من فتنة الدجال وليس من هجوم الدجال. هذا يعني كل ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم من مواصفات الدجال، هو يكون كذا ويكون كذا، يحمل معه كذا، وسوف يقوم بأعمال كذا، كل هذه الأمور هي حقيقة فتنة، ابتلاء بالنسبة لعامة الناس. فنرى بعض الأمثلة نذكرها إن شاء الله، ومنها جاء في الحديث ومعه جبال من خبز والناس في جهد إلا من تبعه، ومعه نهران أنا أعلم بهما منه، نهر يقول له الجنة ونهر يقول له النار.
الدجال يحمل معه جنة أو يقول النار وجنة نفس الوقت. أنا كيف نعرف ما هي الجنة وما هي النار؟ هنا هذا الانخداع وهذا الغش، هنا الابتلاء وهنا الفتنة. وحديث آخر يقول نفس الشيء: إن معه ماء ونارا، فأما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق، وأما الذي يراه الناس نارا فماء عذب بارد، فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يراه نارا فإنه ماء عذب بارد. الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه يقول: ليس كما يفكر عامة الناس. إذن هنا المعنى، الدجال لا نستطيع أن نقول الدجال يقوم بأعمال لا نقبلها أبدا، لا. الله سبحانه وتعالى ذكر هذا الموضوع في سورة الكهف، ومن ضمن الآيات التي نتلوها في فتنة الدجال يقول: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. الله سبحانه وتعالى خلق هذه الأشياء الزينة، أو عن طريق الدجال أيضا أتت تطورات في الدنيا، مواصلات، اتصالات، والحقوق، حقوق البشرية، حقوق النساء، وأمور أخرى، تسهيلات في أمور حياتنا اليومية كثيرة، فهذه نستطيع نقبلها، ولكن أيهم أي أحسن عملا، كيف نستعمل، كيف نستخدمها، هنا الامتحان، هنا السؤال، هنا يجب أن نحذر. فهنا يقول مثلا الحرية مثلا عبارة عن جنة، ولكن عندما نحن نمشي وراء هذه الحرية ممكن ننسى ربنا، ننسى ديننا، وبعض الأحيان حرية مطلقة، يعني مطلقة، يعني حرية مطلقة بدون حدود وبدون ولا حدود ضوابط ولا قيود، هكذا يقول. فكل ما الذي نحن نظن أنه جنة لو نتبعها تماما فنحن نلقى في فتنة الشيطان ولا خلاص من ذلك ولا نجاة منه. أما النار مثلا أيضا الدجال مثلا يقول ما تعويقات بعض الأمور، ولكن هذا نحن نفهم أن هناك هذا ضد الدين، هذا فتنة ضد الدين، فهناك يجب أن نجتنب من الدجال. فهكذا مثال آخر إذا يوجد وقت، في رواية أخرى تقول الدجال يحبس الشمس ويشفي الطير فيها، هذا أيضا جاءت في بعض الروايات، يقول ويتناول الطير من الجو ويشفيه في الشمس شيئا أو شيئا أو شيء أو شيئا أيضا في بعض الروايات. نعم، هنا هذا يقول، هنا ذكر تمكن الدجال من اختراع بنادق الصيد المتطورة، الطير ممكن يطير على الجو، يستطيع واحد يصطاد من هنا. فانظروا كيف هذا وحي الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول قبل 1400 سنة عن هذه المخترعات التي نراها اليوم أشياء متطورة في حياتنا اليومية. ثم يقول من استخدام الطاقة الشمسية لأغراض حرارية، أيضا هذا أيضا جاء ذكره في الأحاديث. ثم تخزين الطاقة الشمسية، نرى اليوم في تقريبا كل بيوت، فوق البيوت نرى هذا، أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذا في ضمن ذكر الدجال. يقول روى في كتاب الفتنة نعيم بن حماد قال في سياق وصف الدجال: وهذه الشمس، الدجال يقول وهذه الشمس تجري بإذني، أفتريدونني أن أحبسها لكم؟ فيحبس الشمس، يعني في استطاعة الدجال أن يحبس الشمس على المستحيل. الشمس الذي تجري تحت أمر الله سبحانه وتعالى، الشمس الحقيقية مستحيل، هذا أمر الله تعالى، الله هو الذي يجري بالشمس، مستحيل أن يكون أي واحد أي طاقة أخرى. فهنا هذا يحتاج التأويل، يحتاج إلى توضيح حسب زماننا، واليوم تحققت هذه الأمور، وبالنسبة لنا سهل جدا أن نفهم هذه الأمور. أما عندما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم كان علم غيب هذا. نعم، جزاكم الله أحسن الجزاء. أشكر جميع المشاركين، الدكتور أيمن، الأستاذ تميم، أستاذ فتحي، والأستاذ جمال من المغرب، أهلا وسهلا. وطبعا أشكر جميع المشاهدين. غدا إن شاء الله سوف نستكمل هذا الموضوع الهام، سوف ترون فعلا أن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لم ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. سنأخذ هذه الأحاديث التي في ظاهرها مستحيلة، لكن عندما نؤولها ونطبقها على أرض الواقع نرى أنها نبوءات حقيقية صحيحة تحققت بشكل عجيب. تعالوا غدا كونوا معنا الساعة 6 بتوقيت غرينتش، الساعة 8 بتوقيت القدس،
الساعة 9 بتوقيت مكة المكرمة، ادعوا الآخرين للمشاركة لتروا أيضا بالصوت والصورة والأحاديث كيف تتطابق اليوم بشكل عظيم جدا، كيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يترك لنا صغيرة ولا كبيرة إلا حذرنا منها حتى يحمينا، لكن للأسف لأننا لم نتبع مبعوث السماء فوقعنا في شراك الدجال ونحن والأمة تعاني منه. فتعالوا معنا غدا، بارك الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإن ملاذي مستعان يحبني ويسقيني من كأس الوصال فأشرب، رأيناه من نور النبي مصطفى، ولولاه ما تبنى ولا نتقرب، ذكاء منير قد أنار قلوبنا، وله إلى يوم النشور معقبون.